عندي ولدي هنا خططوا عليا من الدار سميتو بلال عطار، عنده في العمر ديالو 18 سنة، تلميذ كيقرا في القسم 5 مال، خططوا من الدار داروا الخط، يعني اش غنقول لك، يعني خطير داكشي، خطير بزاف ماشي شوية صافي، خلعونا في الدار كاملين، البرا طاحت، التي طاحت، جاو دوني وجات الأجهزة القمعية، شتى أنواع الأجهزة القمعية، حاصلوا لي الدار. جايين هدوني قالوا لي حل الباب، قلت لهم واخا غنحل، رجعت للدار لان فجأة هذا الشيء وقع لي ما بين 5 و6 الصباح نهار اليوم الاول ديال رمضان. تفاجأت انا بهذه المفاجأة اللي هي خطيرة، ابتهجت بديت كنصور راسي واش كنحلم ولا مصدي ولا شي حاجة، بداو كيدقوا عليا، قلت لهم ايه، قلت لهم انا غنحل، انا حل لكم الباب ولكن استناوني غنلبس اللباس ديالي غنحل، قالوا لي وازيد. المهم زيرو بداو كيدقوا، لبست واحد الفوقيه ديالي، جيت انا هكا طليت عليهم قلت لهم ها نحلكم شي الباب، ثلاثة ولا أربعة بكم اللي غيتذاكروا معايا، أنا خلعتونا الدراري ونالت مراتي ولادي كلشي فين كيبكي كلشي مخلوعين، وداروا لي الدار كاملين، داروا لي داري لي الحصر كامل، قلت لهم شنو درت يا ربي العالمين، اش هادشي؟ هاجد في الأخير شنو درت؟ واحد ولدي الصغير مسكين جا لعندي، هذاك اللي قبط لي قبطوا لي دابا بلا الأخبار، جا قال لي با شنو، قلت له باغي يحل الباب، قالت له ما تحلش الباب ما تحلش، لانه ما تفاشوا بداك الشيء كلشي، مشى طلع مسكين من الفوق كان باغي ينطح، من هو كان باغي ينطح كيقول له انا نمشي ما بعثتوش على الدار ديالنا غنطح، جا ديت انا خرجت نسرهم قلت له بلال بديت كنغوت عليها ولدي يا ولدي يا ولدي انا غنزل نحل انا غنزل نحل، هو كان باغي ينطح، مشى واحد ولدي كبير هو اللي قبطو، منين حليت لهم الباب خرجت انا برا تحت ما حسيتش براسي فين كنت انا كاع، طلعوا هما بواحد الطريقه اش غنقول لك بحال اللي تما، يعني عصابه ديال 100 بشر عندهم شي اسلحه ولا شي حاجه، بحال تما المجرمين في الدار. المهم دخلوا جراو عند ولدي وقبطوه بواحد الطريقه، هرسوا لي تما في فوق بارابور، بارابور دازوا فيه واحد الكرسي هرسوه لي، واحد طاحلو تما الفردي، ومن جا باش يهز ذاك الفردي بدا كيهدد بنتي بالفردي كيقول لها بقي تما، منين نخرجوا انا كنت طايح كنقول يا ربي ما رفقتش الوعد ديالي باش نعرف شنو كاين شنو هادشي.